يا أهلا بحضراتكم، يا أهل الكلام المحترم. هنتكلم النهاردة عن صاحب مدرسة صحفية مستقلة، هنتكلم عن الأستاذ مفيد فوزي، الراجل اللي مات على الورق إذا جاز التعبير. ليه بقول كده؟ لأن هذا الرجل، هذا الصحفي الكبير لم ينقطع عن العمل الصحفي لحظة واحدة من يوم تعيينه في مجلة صباح الخير مع المؤسسين سنة 57 وحتى آخر مقالاته في مجلة روزا اليوسف في خريف 2022 وقبل وفاته بأسابيع قليلة. من 57 ل 2022 لم يتوقف لحظة عن العمل الصحفي. مفيد فوزي رجل عاش ملء السمع والبصر، صاحب حضور وكاريزما خاصة، هو ملك الحوار بلا منازع، وهو من أسس مدرسة التحقيق التلفزيوني من خلال برنامجه الشهير حديث المدينة. وخلونا نكمل كلامنا بعد الفاصل. الطباع الشخصية للأستاذ مفيد فوزي، وأزعم أني كنت مقرب منه، تقدر تقول أنها انعكست بقوة على كتاباته. بمعنى الأستاذ مفيد فوزي كان رجل شديد الانضباط، وفي كتاباته أيضا هتلاقي جمله منضبطة محكومة لا تحمل معاني رمادية، معانيه دايما مباشرة وبتصيب الهدف. ويمكن ده برضه انعكس على أرشيف مفيد فوزي كمعد تلفزيوني وإذاعي، وجزء مش قليل من أهم البرامج التاريخية في التلفزيون المصري وفي الإذاعة المصرية كانت من إعداد الصحفي مفيد فوزي. هذا الرجل أحب الحياة وأحب صوت فيروز وارتبط به كثيرا. كان مفتتن بكتابات الأستاذ هيكل وأسلوبه الصحفي في بدايات مشواره، وفي البدايات نهر أستاذه المباشر الأستاذ أحمد بهاء الدين عن تتبع وتقليد أسلوب الأستاذ هيكل، وقال له نصا كن نفسك، عندنا هيكل واحد. وقد كان، وأصبح مفيد فوزي اسم مكتوب بالبنط العريض في التاريخ الصحفي والإعلامي المصري والعربي. خلصت حلقتنا، والكلام المحترم ما بيخلصش على الراديو 90 90.